أستاذ رشاد، في البداية بوجه سؤالي لحضرتك. حضرتك بتكرم إحسان عبد الدوس في ذكراه عن طريق إعادة طبع أحد رواياته، واخترت أنا حرة، رغم أنه روايات إلى حد ما موجودة في السوق. عايزة أعرف إيه اللي شجعك أن حضرتك تطبع الرواية دي؟ هل مثلاً في السوق في روايات حصل فيها تعدي مثلاً، تجاوز ما، تعديلات معينة، حضرتك عايز تحافظ على الإطار اللي خرج بيه رواية أنا حرة من غير أي تدخلات؟ أولا اسمحي لي أن أنا بشكرك على المقدمة اللي حضرتك قدمتيها. هو الحقيقة أنا عندي حلم بحاول أن أنا أحققه كناشر، وهو إعادة نشر أعمال الكتاب والمفكرين والمؤلفين الذين أثروا في حياتنا الثقافية واللي تربى عليها الأجيال جيل بعد جيل. ويمكن بدأنا بسلسلة اسمها كلاسيكيات، ونشرنا فيها بعض أعمال زي الدكتور محمد حسين هيكل، زي الأستاذ أحمد أمين، زي المنفلوطي، وبنرجع برضو للماضي زي كليلة ودمنا، الأعمال دي. وفي نفس الوقت ألف ليلة وليلة على وشك الصدور، بس بشكل مختلف. حضرتك بتقولي كتب موجودة، معنا مع حضرتك موجودة في الأسواق وفي مطبوعة عند العديد من الناشرين، لكن احنا بنحاول نقدم للجيل اللي موجود، لأن دلوقتي بقى في جيل جديد، في تنوع في الأجيال اللي موجودة من ناحية الأنواع الأدبية المختلفة وزمن مختلف، فبنحاول نقدم هذه الأعمال بشكل مختلف شوية، اللي هو احنا بنعمل نوع من التحقيق لهذه الأعمال اللي هي سلسلة كلاسيكيات، عبارة عن ان احنا بنعمل دراسة كاملة عن الكاتب، عن حياته وعصره وتلامذته وأساتذته ومؤلفاته، ثم شرح وتوضيح دون التدخل في النص كما هو موجود، في شرح الكلمات الصعبة، إضافة بعض الهوامش اللي هي توضح هذه الصورة. ده بالنسبة للجيل اللي هو كانت مع أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. ثم بدأنا نلتفت إلى الكتاب اللي هم زي الأستاذ إحسان عبد القندوس، اللي هم الحقيقة للأسف الشديد لم يقرأ بشكل جيد. ويمكن دكتور لويس عوض قال في أحد كتاباته إن إحنا لابد إن إحنا نلتفت لأدب إحسان عبد القدوس نقديا، لأنه لم يلتفت إليه. آن الأوان إنه يقرأ من جديد إحسان عبد القدوس مرة أخرى، زي ما قلت لحضرتك جيل جديد وزمن جديد وأصوات جديدة. وأنا واحد من الناس يعني قريت مثلا، أنا مش بس أخذت بنشر أو نشرت رواية أنا حرة، لا، أنا اتفقت على كل أعمال الأستاذ إحسان عبد القدوس، وده زي ما بقول لحضرتك لأن احنا إحساسنا الداخلي أنه لابد أن يقرأ هذا الكاتب العظيم، كاتب اللي هو كتب القصة وكتب الرواية وكتب المقال السياسي، لازم يلتفت إليه، وخاصة احنا عندنا جيل واعي من الشباب اللي هو بيقبل على قراءة الروايات بشكل كبير جدا أو القصص القصيرة حاليا في الوقت الحالي. فإحنا اتفقنا على حوالي، يمكن معظم أعماله حوالي ما يقرب من 68 عمل، دول هننشرهم. ويمكن الفكرة جاية من على أساس إن إحنا نقدمه لهذا الجيل. أنا ذكرت لحضرتك قبل الهوى إن أنا قريت وأنا عندي 13-14 سنة رواية أنا حرة، وأنا بقراها الأيام دي تاني كأني أراها لأول مرة، وشيء ممتع جدا، متجددة ومتجددة وتتماشى مع العصر اللي احنا موجودين فيه، لأن إحسان عبد القدوس دائم وموجود على مر الأزمنة والعصور. الحاجة التانية إن احنا الاحتفالية غيرناها بشكل تاني، يعني قلنا بمناسبة صدور الأعمال بتاعة الأستاذ إحسان عبد القدوس بدأنا نعمل انطلاق لنادي الكتاب الدار المصرية اللبنانية، البوك كلاب. بعد ما ارتبط معنا القراء، العديد من القراء ارتبطوا بالدار المصرية اللبنانية، بعد ما نشرنا 2600 عنوان، ما يقرب من 2600 عنوان، بعد ما بقى عندنا ارتباط من القراء على صفحة الفيسبوك أكثر من 110 ألف شخص موجود على الصفحة، كل ده دفعنا ان احنا برضو نعمل البوك كلاب على اساس انه نوع، اولا نشجع القراءة، نعرف التعريب بالكتاب والمؤلفين بالقراء، بنعمل مبادرة اللي هي عملية ازاي نوجد الحوار
الجدل اللي يبقى موجود بشكل صحي، نوجد نوع من التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الموجودة، التواصل الاجتماعي من خلال نوادي الكتب، لأن نوادي الكتب دي 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 الظاهرة اللي هي ظهرت في بداية القرن العشرين عوضا عن الصالونات الأدبية. وفي مصر كان معروف الصالونات الأدبية، فبدأت تنتشر نوادي الكتب في الخارج، ثم بدأت تظهر عندنا، وبدأنا احنا نعمل حفلات توقيع، وبدأنا نعمل اللي هو نادي الكتاب. جميل، يعني حضرتك بتعمل انعاش للثقافة.